اهلا بيكم كل مشاهدي اليوم السابع من كل مكان. نكلمكم على حادثة جديدة النهاردة، جريمة قتل بشعة دارت احداثها داخل شقة سكنية في مدينة 6 اكتوبر بعد ما قتل صديقه داخل الشقة. المجني عليه كان بيسكن في شارع الهرم، في منطقة الهرم بالتحديد، وكانت في خلافات زوجية بتدور بينه وبين زوجته، فقرر ان هو يسيب البيت شوية ويروح يقعد عند صاحبه يريح نفسه شوية ويرجع البيت تاني. راح قعد عند صاحبه ده عاطل في مدينة 6 اكتوبر، راح قعد معاه من اسبوع. نشبت خلافات بينهم، اعتدوا على بعض. المجني عليه طبعا حاصل على الليسانس، وطبعا زي ما قلت لحضراتكم كان بيتخانق مع زوجته. راح قعد مع صاحبه في مدينة 6 اكتوبر، الموضوع اتطور لخناقة معاهم، هما الاتنين كانوا بيشربوا مخدرات مع بعض في الشقة. خناقة تمت ما بينهم، صاحبه جاب سكينة واعتدى عليه قتله. بعد مرور 48 ساعة على الحادث، بعد ما قتله وشاف الجثة قدامه، راح بعض محلات العدد اللي موجودة في اكتوبر. هو ساب جثة المتهم ده، قرر انه يتخلص منها نهائيا. راح محل عدد، جاب صاروخ. الصاروخ ده اللي بيستخدمه في تقطيع الرخام وتقطيع السيراميك وتقطيع الحاجات دي، استأجره من هناك. قطع الجثة حتت حتت وتم توزيعها على أماكن متفرقة. رجال المباحث اكتشفوا إن في أحد صناديق الزبالة يوم 15 في شهر يناير الجاري ده، لقوا فيه أجزاء من الإيد وأجزاء من الرجل متقطعة داخل صندوق قمامة. ويوم 16 لقوا بعض الأجزاء اللي موجودة في حتة أرض فاضية في أحد المناطق 6 أكتوبر. مباحث مديرية أمن الجيزة واسم أكتوبر كثفت تحرياتها حوالين الواقعة، ومديرية الأمن كلفت بمتابعة الحادث والوقوف على السبب فيه. رجال مباحث وتحريات مباحث قدرت انها تتوصل للمتهم ويتم القبض عليه. واكدت التحريات انه هو كان على خلافات مع زوجته، وتمكنوا من ضبط المتهم واعترف تماما بارتكاب الواقعة، وارشد كمان على السلاح المستخدم في الجريمة سواء السكين او الصاروخ. وبالفعل تم القبض عليه. النهارده النيابه العامه هتبدي تصريحها وقرارها النهائي بعد التحريات اللي تمت معاه. كذلك النيابه عملت معاينه تصويريه لكيفيه ارتكاب الجريمه، وخدوا المتهم يمثل جريمته في الشقه السكنيه اللي كانوا متواجدين فيها مع بعض. ده صاحب قتل صاحبه بعد ما ساب زوجته وراح قعد عند صاحبه علشان يرتاح عنده ويحاول يساعده في انهاء المشكلة اللي ما بينه وما بين مراته، ولكن صاحبه قتله. المجني عليه حصل على ليسانس احد الجامعات، حياته انتهت عن طريق سكين وصاروخ تم تقطيعه لكذا حتة متفرقة، وزعهم بعد يومين، ساب الجثة يومين في حمام الشقة. بعد كده قرر انه يتخلص منها، فقرر يجيب صاروخ يستأجره من احد الاماكن ويقطعه. وينهي حياته تماما.
حادث بشع، حادث بشع بأكد على خيانة الصديق وغدره. ودي كانت حادثة جديدة معاكم على تلفزيون اليوم السابع، ومستمرين مع حضراتكم في تغطية التغطيات الإخبارية مع حضراتكم لحظة بلحظة. شكرا لكم لكل مشاهدي اليوم السابع من كل مكان، ومستمرين في التغطيات الإخبارية مع حضراتكم لحظة